بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة، وكل عام وانتم بخير في حلول عيد الفطر المبارك. اعد الله علينا وعليكم جميعا بالبركات والامن والسلام. معانا النهارده مجموعة من الاخبار تهم الكثير من الناس. سواء اول خبر معانا هو هل ترميم او تجميل واجهة مبنى مقدم عليه تصالح يخالف قانون التصالح او يلغي قانون التصالح طبقا لما هو موجود في قانون التصالح، وهل هذا التغيير والتجميل في واجهة المبنى يعتبر مخالفا؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة. ايضا معانا خبر عن اسعار الدولار، والخبر الاخر معنا النهاردة وهو عن موجة حر ستضرب البلاد في الأسبوع القادم. أهلا ومرحبا بكم، ومع أول خبر بالتفاصيل نرجو الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات، لا تنسانا لايك شير. والخبر الأول معنا النهاردة والمعلومة هي أن طلاء أو ترميم واجهة المبنى المقدم عليه طلب تصالح في قانون مخالفات البناء لا يمثل أي مخالفة لإلغاء الطلب، لأنه إجراء يخص أو متعلق بالمنظر العام ولا يغير من حجم المبنى أو استخدامه. لأن قانون التصالح في مخالفات البناء في حالة إلغاء طلب التصالح أشار إلى عدة نقاط علشان يتلغى التصالح. أول حاجة منها رفض اللجنة الفنية المنوط بها تقديم الوحدة ان هي ترفضه. الشيء الثاني هو عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ اختيار مقدم طلب التصالح. والنقطة الاخيرة هي التقاعس عن سداد قسطين من الاقساط المستحقة من مقابل التصالح. ونقطة رابعة هي حدوث تغيير او تعديل في محل التصالح وليس طلاقه. والنقطة الخامسة عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح بالمقارنة بالواقع، يعني هناك خلاف ما بين الأوراق وما بين الموجود على الأرض اللي هو الواقع. في هذه الحالة بيكون هناك إلغاء لطلب التصالح، أما طلاء المبنى أو التجميل فده لا يعتبر تغيير في المبنى أو يعتبر تغيير يلغي التصالح. ده كان الخبر الأول والمعلومة الأولى معنا النهاردة. أما الخبر الثاني وهو عن موجة حار ستضرب مصر ابتداء من غد الاثنين 5 أو 15/4/24، والأرصاد تحذر. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد اللي هو النهاردة حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أيضا توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة 30 نهارا وتبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلا. أما هناك الظواهر الجوية، وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة بتتوقع الأرصاد درجات حرارة القاهرة 29/18، والعاصمة الإدارية 29/17، المنصورة 29/17، دمياط 25/17، والعريش 26/14، سانت كاترين 23/10، والطور 29/17، سيوة 29/13، حلايب وشلاتين 29/22، وسوهاج 33/17، الأقصر 35، أسوان 35، والوادي الجديد 33. ده كان عن الخبر الثاني. أما الخبر الثالث معنا النهاردة من قناتنا مصادر الحياة، وهو سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بعد قرار التعويم. وسعر الدولار في البنك المركزي بعد التعويم، سيطرت الحكومة على شهادة وفاة الدولار في السوق السوداء وكذلك السوق السوداء في بداية تعامله في 9 مارس 24.
وبدأت البنوك المصرية منذ يوم الأربعاء في إتاحة عملة الدولار للبيع بسعر السوق السوداء، وسعر الدولار داخل البنوك المصرية 49.33، 49.33 إلى 49.45، وسجل الدولار داخل بنك مصر 39.30 وفي حركة الشراء، وبينما بلغ 39.40 للبيع، والدولار في السي اي بي 49.30 و49.40 للبيع، وبنك كيو ان بي للشراء 49.35 والبيع 49.45. سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.60 للشراء وللبيع 49.70. ده طبعا كان آخر خبر معانا النهاردة في جولتنا على قناتنا مصادر الحياة. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بخير. شكرا وإلى اللقاء.